يساهم مشروع نظام المتكامل لتزويد المياه لحوض البحر الأبيض المتوسط ميدس الممول من الاتحاد الأوروبي تحت برنامج تعاون عبر الحدود في إنجاز الأهداف الموضوعية التي حددها الاتحاد الأوروبي بالأولويات التالية: حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، كفاءة استخدام المياه. يعالج مشروع ميدس مسألة تحسين جودة المياه الجوفية المالحة الموجودة في البحر المتوسط، مما يفتح الباب أمام الري البديل للزراعة عالية الجودة والأكثر تنوعاً. تهدف شركة مياه العقبة من خلال مشروع ميدس الذي شارك في تنفيذه 6 شركاء من مجموعة دول إلى المساهمة في تطوير منطقة الريشة النائية من خلال تحسين جودة المياه الشرب. قمنا بشركة مياه العقبة بتحديد حاجتنا في العقبة لوضع تصور لطريقة وآلية تنفيذ المشروع في العقبة. استثمرنا خبرتنا في شركة مياه العقبة في مجال إدارة المياه المعالجة وطبقناها في إدارة المياه المحلاة الناتجة من المحطة. أهم مخرجات المشروع: الحد من ملوحة مياه والتربة من خلال إمدادات المياه غير التقليدية، والحد من الضغط على المياه الجوفية، خفض استهلاك المياه والحد من تكاليف إمدادات المياه، تشجيع تغيير سلوك المستخدمين النهائيين نحو استخدامات المياه غير التقليدية في الزراعة. أنا المهندس سامي بدير من شركة جاما للهندسة والمقاولات. شركة جاما شركة متخصصة في معالجة المياه وفي أعمال الكهروميكانيك. مشروع الريشة كان واحد من مشاريعنا المميزة، يتكون من 3 أجزاء رئيسية: محطة معالجة ومحطة ضخ والنظام طاقة شمسية. المشكلة الرئيسية لنوعية مياه بئر الريشة رقم 9 كانت ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، وتم معالجتها من خلال نظام التناضح العكسي. المميز في محطة الريشة استخدام المياه المرفوضة من نظام التناضح العكسي في عملية الري. طلال السعدين، عضو هيئة إدارية جمعية قاع السعدين التعاونية الزراعية. في البداية بحب أشكر الجهات الداعمة والجهات المنفذة لمشروع التحلية على بئر رقم 9 الريشة. هاي المحطة يعني كان لها الأثر الإيجابي على المنطقة بشكل عام، منطقة الريشة والمناطق المجاورة لها، حيث هذه المحطة اشتغلت على 3 محاور. المحور الأول هي رفض مياه الشرب، وكانت يعني كمنقذ للمنطقة بخصوص مياه الشرب المقدمة للمواطنين. والأمر الثاني اللي هي توسعة الرقعة الزراعية من خلال المياه الخارجة من هذه المحطة، وزي ما احنا شايفين الآن في المزارع الموسمية، وتوفير الجهد والوقت على المزارعين. والأمر الثالث اللي هو يعني وفرت مياه الشرب للمواشي للمواطنين الساكنين، يعني خلينا نحكي جنب المحطة. تم تنفيذ مشاريع متعلقة في البرنامج في جميع الدول المشاركة في البرنامج، واللي من ضمنها الأردن، حيث تم إنشاء محطة تحلية الريشة واللي هدفت إلى رفع جودة مياه الشرب لخدمة المنطقة في قرية الريشة من خلال تقليل ملوحة المياه وإيجاد خطة لتحديد كيفية إعادة استخدام المياه عالية الملوحة للأغراض الزراعية. قمنا في المحطة بتطبيق فكرة ونهج جديد لمحطات التحلية في شركة مياه العقبة برفع نسبة الريكفري إلى 75%. هاي الطريقة أدت إلى زيادة كميات المياه المحلاة وتقليل هدر المياه المرفوضة، بالإضافة إلى المعالجة المبتكرة باستخدام ألواح PV system، الألواح الكهروضوئية، لإمداد المحطة بالطاقة، واللي ساهمت في خفض كلف إنتاج الطاقة وتحلية المياه. بتطبيق هاي التقنيات والمشاريع قللنا الضغط على الموارد المائية الأولية وتكاليف إمدادات المياه، وبالإضافة إلى إفادة المجتمعات المحلية والمؤسسات المحلية من نتائج هذه المشاريع. عزز المشروع مشاركة المجتمع المحلي في المشروع من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة للأراضي الزراعية على وجه الخصوص. بدأ تعاون خاص مع بلدية وادي عربة ومع ممثلين للمجتمع المحلي والجمعيات المزارعين لفهم احتياجات المنطقة المعنية ونقل المعرفة اللازمة للعمل في التربة والمياه بشكل كافي، مع التركيز على الحفاظ على جودتها.